تشهد فتحة الالتفاف الواقعة على شارع الحرية بمنطقة المقابلين العديد من الحوادث المرورية المستمرة عليها بسبب وجود جزيرة وسطية عريضة بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتسبب بحوادث شبه يومية كونها تقع على شارع حيوي وسريع. الحقيقة الدولية كانت قد أعدت تقريرا سابقا عن هذه المشكلة، لكن قد أسمعت لو ناديت حيا، وها هي تعود مرة أخرى لتسلط الضوء على هذه المشكلة وتبيان مخاطرها، لعل وعسى تلقى آذانا صاغية. هاي التحويلة طالعة عن الشارع تقريبا متر، يعني اللي بيجي مسرع بالليل ما بفطن إلا هو بنصها، فبصير كوارث. يعني كل يوم والله حادث، كل يوم بصير إصابات. يعني لازم في إشارات تنبيه، مطبات، أو بسكروها، يعني لأنه اللي بلف بقعد ساعة بتكون مسرعة، ما بتتفاجأ ولا هو قاعد بلف قدامك، ما بتلحق، ما في مجال إنك توقف، فهي مشكلة كبيرة. يعني فهذا اللي بيسوي الحوادث، وبالذات في الليل، بالذات في الليل بتكون عليها زي ما تقول الناس شارع فاضي وخط سريع، بتكون مش منتبهة قدامها، ما بتشوف إلا هو لاف قدامك. تكون رفيعة وبعدين متوسطة بالشارع بالضبط، حتى ما يصير يعني، لأنه يعني من هو رفيعة من هناك عريضة، بدها تكون بالضبط بنص الشارع وأرفع من هيك كمان. يمكن كل أسبوع بصير فيها حادث. أمانة عم العاصمة المفروض نسويها بشكل جيد متساوي رايحة وجاي. أكثر من حادث صار عليها يعني، فالأحسن يعني يا يسكروها يا يشيلوها من مرة، هاي الجزيرة الوسطية الصغيرة يعني، هذا رأيي يعني. حتى والله ما هي ضرورية، حتى لو أرفع يعني نفس المشكلة يعني. بالرغم من إعداد قناة الحقيقة الدولية التقرير الثاني حول هذه الجزيرة الوسطية في شارع الحرية التي تتسبب بالعديد من الحوادث المستمرة، ومطالبات عديدة بإيجاد حل جذري وسريع لهذه المشكلة. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.